قالت الرئاسة الإسرائيلية أن الرئيس إسحاق هرتسوغ سيكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة الأحد المقبل. وأوضحت الرئاسة في بيانها أن التكليف يأتي عقب مشاورات أجراها هرتسوغ مع الكتل والأحزاب في الكنيسة الجديد، وتمخض عنها توصية من 64 نائبا بأن يكون نتنياهو هو رئيس الحكومة الجديدة. انضم إلينا مجددا من عكا عضو الكنيسة عايدة توما. أستاذة عايدة، أهلا وسهلا بك من جديد. إذا أستاذة عايدة، نتحدث عن سؤالنا مجددا. هذا السؤال يتمحور حول شكل هذه الحكومة المتوقعة، فعدد من المحللين يتحدثون عن بعض الضغوطات ولربما تجاذب في أطراف مختلفة. نعم، أولا مساء الخير. هذه الحكومة التي كما يبدو سيتم تشكيلها في حدود الأيام القريبة ستتشكل نصفها تقريبا من حزب الليكود ونصف الائتلاف الآخر هو من الأحزاب الدينية المتزمتة، جزء منها حزبين دينيين أرثوذكسيين و حزب متدين صهيوني عمليا فاشي يحمل كل صفات الفاشية ويقوده بن غفير. هذه هي التوليفة التي ستكون في الائتلاف. واضح بأن كل حزب يعلم بأن لديه القوة لتقديم مطالب عالية، وخاصة حزب بن غفير الصهيونية الدينية الذي يطالب بتقريبا أهم الوزارات، إما وزارة المالية أو وزارة العلاقات الخارجية أو يعني وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الأمن. هذه يعني وزارات أولا تحمل طابع حساس كونها إذا كنا نتحدث عما يسمونه وزارة الأمن فهو كل ما يتعلق بالمناطق الفلسطينية المحتلة والعلاقة مع هذه المناطق، قيادة الجيش جيش الاحتلال وما إلى ذلك. وإذا كنا نتحدث عن الأمن الداخلي فنحن نتحدث عن قيادة الشرطة مع كل حساسية هذه الفترة بسبب تصاعد منظمات الإجرام داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. نعم. مما يعني بأن نقاط الاشتكاك هي كبيرة جدا مع الفلسطينيين. هذه الحكومة تشكل مخاطر وتحديات كبيرة أمامنا. نعم، وإلى أين ترجح الكفة أمام هذه الجوانب التي تفضلت بالإشارة إليها، خاصة عندما نتحدث عن الثقل فيما يتعلق بتشكيل وتوزيع الحقائب الوزارية؟ حتى الآن ما زال هناك بعض التجاذبات، إذ يصر أعضاء في حزب الليكود بأنهم يريدون الاستحواذ على الوزارات الهامة ولن يرضوا بما حدث عمليا في حكومة نتنياهو السابقة والتي قدم فيها تضحيات بوزارات هامة مقابل أن يشكل الائتلاف وأبقى الفتات لأعضاء حزبية. هذه المرة نلاحظ أن هناك بوادر تمرد داخل الليكود ورفض للاكتفاء بالوزارات الأقل أهمية برأيهم. بالمقابل يعني حزب الصهيونية الدينية الحزب الفاشي يعلم تمام العلم بأنه أكبر حزب بعد الليكود في الائتلاف، فهو 14 مقعد، بالتالي يحق له المطالبة ويعلم أن بدونه لا يوجد ائتلاف. لذا عمليا سوف يلاقي نتنياهو بعض الصعوبات في هذه التشكيلة وربما سيقدم تنازلات في بعض الوزارات. المهم أن هذه التنازلات ستكون في الأساس مجلب للخطر والضرر لنا كفلسطينيين. نعم، وهذا ما يحتل الحديث اليوم على الساحة السياسية أستاذة عايدة. فعندما نتحدث ما بين حزب الليكود وما بين الدينية الصهيونية، اليوم لا فارق بين هذا وذاك، فالحديث عن سياسة واحدة تستهدف الفلسطينيين ولربما قد تعود بمنافع مختلفة على نتنياهو بحد ذاته، ولكنها قد لا تشير إلى أي اختلاف خارج ذلك.
مهم أن نذكر بأنه يعني في النهاية نعم الفكر الذي يقود هذه الأحزاب هو الفكر الصهيوني العنصري، وهو فكر أيضا استيطاني إحلالي يريد أن استعماري، يريد أن يبقي الاحتلال مستمرا ويريد أن يجعله يعني وأن يضم مناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 67 إلى دولة إسرائيل. ولكن لابد أيضا من أن نميز قليلا بأن نتنياهو تحكم أصول اللعبة السياسية الدولية، وهو يريد أيضا أن يكون له دور في الإقليم في المنطقة وكذلك على مستوى دولي، بينما أعضاء هذا الحزب الفاشي يحلون أنفسهم من مثل هذه الرغبات، وهم متمركزون ومتموضعون فقط داخل إسرائيل، بمعنى أنه لن يردعهم أي رادع، لا ضغط دولي ولا علاقات دبلوماسية من ارتكاب ما يريدون ارتكابه. بالتالي علينا أن نرى هذا الفرق، خاصة وأنهم يعترفون بشكل واضح أنهم أتباع وتلاميذ كهانة العنصري الفاشي، الذي حتى المحكمة العليا في إسرائيل لم تحتمل وجوده ومنعته من خوض الانتخابات للكنيست في مرحلة معينة بسبب أفكاره العنصرية. يعني هؤلاء الأشخاص هم أشخاص يؤمنون بفكر عنصري حتى النهاية مشابه للفكر النازي الذي طرح في حينه. نعم. ولكن هذه المرة ضد الفلسطينيين وليس ضد اليهود. نعم، في ظل عدم وجود أي رادع كما أشرت في حديثك، فكيف من شأن ذلك لربما أن يؤثر أيضا ليس فقط على الفلسطينيين وإنما كذلك عندما نتحدث عن السياسة الخارجية ككل؟ أولا أعتقد بأنه يعني نتنياهو على الأغلب سيحاول أن يحافظ على وزارة الخارجية داخل الليكود لكي يتحكم بالرسائل التي سيطلقها للعالم والصورة التي يريد أن يبثها للعالم. إسرائيل اعتمدت سنوات طويلة، وحكومات إسرائيل اعتمدوا سنوات طويلة على رسم صورة لدولة ديمقراطية أمام العالم، ومهم لهم أن يحافظوا على ذلك خاصة في ظل التراجع الحاصل في العالم في طرح القضية الفلسطينية للأسف وتغييبها عن المشهد السياسي الدولي. بالتالي هذا سيؤثر بهذه الناحية، ولكن بدأنا نرى يعني بدايات لتململ دولي دبلوماسي دولي حول دخول هذه العناصر الفاشية للحكومة. رأينا نائب وزير الخارجية الأمريكية بالأمس يعلق على اشتراك بن غفير العنصري في ذكرى كهانة بقوله أن يعني ما قام به بن غفير الذي سيكون وزير داخل هذه الحكومة هو أمر يثير الغثيان، وهو مصطلح يعني عندما يستعمل في السياسة الدولية مصطلح شديد اللهجة. نعم. يؤكد كما عبرت يعني العديد من الدول عن قلقها من دخول هذه العناصر الفاشية إلى الحكومة. يجب أن نذكر بشكل عام بأن إسرائيل، حكومة إسرائيل، حكومة نتنياهو نفسها عندما ضمت النمسا أحزابا فاشية إلى حكومتها أعلنوا مقاطعتهم ووقفهم للعلاقات مع النمسا. أعتقد أن الأوان أيضا بأن يفكر العالم بمثل هذه الضغوطات على إسرائيل. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة عايدة توما عضو الكنيست من عكا. رام الله، ينضم إلينا نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم. سيد صبري، أهلا وسهلا بك. سيد صبري، عندما نتحدث عن تشكيل حكومة مرتقبة مبدئيا من أحزاب الليكود وشاس والصهيونية الدينية ويهودوت هترا وجميعها أحزاب يمينية، التطرف هو عنوان هذه الحكومة، ولكن ماذا يجد في التطرف مع العلاقة بالفلسطينيين وما يتغير عن ذلك قبلا؟
مساء الخير، تحية لأرواح شهدائنا وتحية لأسرانا وجرحانا. أتمنى عليكم أن نتجاوز استخدام مصطلح اليمين واليسار، كلهم صهاينة، كلهم يجتمعوا على إعلاء كلمة الصهيونية وعلى تنفيذ إرادات الحكومات المتعاقبة في ترسيخ الاحتلال وممارسة الدور الإحلالي وإزاحة الشعب الفلسطيني. وبالتالي حكومة نعم، وهو لبيد هنا التي كان من هذا هو المفترض السؤال سيد صبري. فهذا المسمى بيمين ويسار، ولكن نتحدث عن ذات السياسة هنا بالنسبة للشعب الفلسطيني. وهذا بالضبط ما كنت أقوله، بأن حكومة لبيد لم تكن أحسن على الإطلاق. هي جمعت كل التناقضات السياسية، ولكن حتى التناقضات التي كانت تسمي نفسها يسارية كانت تصادق على خطوات الحكومة العدوانية. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة بدون أدنى شك. هناك تشكيلة سياسية وتوليفة سياسية إسرائيلية ربما تواجه ببعض الصعوبات دوليا هذه المرة، وليس فقط فلسطينيا، خاصة وأنه بن جفير يتحدث عن خطوات غاية في العنصرية قد تدفع إسرائيل إلى حالة من الضغط الدولي. رأينا بعض المواقف، رأينا موقف السفير الأمريكي في تل أبيب، سمعنا بعض المواقف الدولية التي ترفض دخول بن جفير مثلا المتطرف إلى الحكومة، بالإضافة إلى سموتريتش الذي يحلم بأن يكون وزيرا للجيش. وعليه نتنياهو أمام معادلة صعبة الآن في محاولة استرضاء اليمين. ربما كان يواجه هذه الحالة في الماضي القريب، ولكن هذه الحالة تستفحل الآن مع وجود عنصرين هما بالمناسبة جزء من ائتلاف واحد دخلت الانتخابات، ولكن هذا الائتلاف سرعان ما تفكك أمام طموح الشخصين. وعليه مطلوب من نتنياهو أن يسترضي الجميع، وهو ما سيعني مرحلة طويلة ربما من المفاوضات السياسية تنتهي مع الأجل الزمني المحدد قانونا حسب ما يسمى بالقانون الإسرائيلي. بطبيعة الحال فلسطينيا الجميع لا يلقي ذبال للحكومة الإسرائيلية، لأنه يعرف تماما بأن الجميع أيا كان في مقعد الرئاسة، رئاسة الوزراء، سيسعى من أجل تجسيد الرؤية الصهيونية وتوسيع الاحتلال. لكن مرحلة سنواجهها جميعا فرضت علينا، ولكن الشعب الفلسطيني ديدنه المقاومة ومقابلة هذا العدوان بالمزيد من الإصرار والمواجهة التي سيفرضها شعبنا على الأرض بحول الله. نعم، ماذا قد يعني ذلك بالنسبة للملفات الموضوعة على الطاولة، خاصة عندما نتحدث عن الانتهاكات المستمرة التي تفضلت بالإشارة إليها والاعتداءات وكذلك الاحتلال، ولكن عندما نتحدث مثالا عن ملف الاستيطان خصوصا مع هذه التحالفات التي تدعو أساسا إلى إزالة الشعب الفلسطيني بذاته من هذه المنظومة؟ نعم، يعني بطبيعة الحال نحن سنواجه مرحلة ستكون أكثر تعقيدا، خاصة وأنه كما قلت هناك مواقف سياسية دولية مبنية على تصريحات صحفية أطلقها بن جافير وسموتريتش تحديدا، تتحدث مثلا عن ضم الضفة الغربية، تتحدث عن فسح المجال للمصلين اليهود ليدخلوا متى شاءوا وأينما شاءوا وحسب ما شاءوا للمسجد الأقصى لتدنيسه وأداء ما يسمى بالصلوات التلمودية. نتحدث عن فك السلطة الوطنية الفلسطينية وحلها بالأحرى. نتحدث عن خطوات حقيقة إجرائية كبيرة ستغير طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي وستزيد من حدته. وعليه العالم يتوثب للتعامل بصورة مختلفة مع هذه الحكومة. البعض يتحدث عن عقوبات، ولكن نحن نعلم فلسطينيا بأن أي حكومة أينما كانت ستحاول استرضاء اليمين في إسرائيل، وهذا يأتي بصراحة مخالفا لما قاله لبيد في الجمعية العامة في خطابه الأخير عندما قال بأنه أغلب الإسرائيليين يجنحون نحو السلام. طبيعة الحال هذا الكلام عاري تماما عن الصحة. معظم الإسرائيليين الآن يتوثبون لحماية الحكومة اليمينية، وهم من صوتوا أصلا للإتيان بهذا التآلف أو هذا التحالف اليميني المتطرف الذي فيه إعمال لسياسة يعني تكون فيها العنصرية العامل الأكبر والأوسع. وأنا أعتقد أنه جزء من معركة نتنياهو في السلطة كانت للوصول إلى هذه الحالة التي يشعر هو بأنه أصبح في حالة مرتاحة سياسيا مع أقطاب ربما يشكلوا حالة تزاحم من حيث فرض ذاتهم وشخصيتهم على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لديهم مطامحهم أن يحتلوا موقع نتنياهو، ولكنه مرتاح من حيث الأرقام ولا يضطر للتحالف مع ليبرمان مثلاً أو غيره من الطامحين الذين شكلوا حقيقة أزمة في خاصرته لطالما أزعجته. الآن يدخل مرتاحا، ولكن الفلسطينيون يزداد استعدادهم لمواجهة المرحلة القادمة، والتأكيد على أن البعد الدولي يجب
استغلاله، ويجب أن نرى خطوات عربية حقيقة من المملكة الأردنية الهاشمية وغيرها من الإخوة العرب الحريصين على المشهد الفلسطيني، أن نرى رفضا لأي سياسة عنصرية، خاصة عندما تأتي لموضوع المقدسات وموضوع ضم الضفة الغربية وخلافه من القضايا الحساسة التي نعي خطورتها جميعا. نعم، البعض يرى بأن خضوع نتنياهو لهذه الضغوطات خاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان وتوسيعه كذلك قد يفجر أزمة ما بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول ثانية، فما رأيك بهذا القول؟ يعني سمعنا بالأمس القريب حتى، ولا طالما سمعنا تاريخيا بأنه أزمات ستفجر أمام الحكومة الإسرائيلية، لنفاجأ بأنه الجميع يذعن في نهاية المطاف. لا تنسوا الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل الديمقراطيين يخرجوا بضرر ربما لا يكون بحجم الضرر الذي كان متوقعا في حربهم في انتخاباتهم النصفية مع ترامب ومع الجمهوريين، ولكن نحن مقبلون على انتخابات أمريكية. سيضطر الرئيس بايدن لاسترضاء اليمين الصهيوني من أجل أن يضمن ترشحه وأيضا فوزه بالانتخابات القادمة بالأحرى.